سئل الحبيب عمر: هناك من يحثنا على إسلام بلا مذاهب، وذلك بالرجوع مباشرة إلى السنة دون الأخذ من المذاهب، ويقول الفقهاء الأربعة: كل يؤخذ من كلامه ويرد، فما جوابكم على ذلك؟ المذاهب الأربعة لا ينحصر فيها مذاهب أهل السنة، لكن مذاهب أهل السنة من عهد الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان مع كثرتها راجعة إلى التداخل في بعضها البعض، والذي حفظ ونجح وهذب وأخذ عن أهله بالتمام هي هذه المذاهب الأربعة. فلذلك صارت مظهر أهل السنة في العالم اتباع هذه المذاهب الأربعة، والمذاهب الأربعة هي في فقه الشريعة في الفرعيات كلها. هذه المذاهب بهذه الصورة صارت وجها للكتاب والسنة، ليس منها أمر خارج عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله، لا جاب مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الشافعي من تفكير ذاتي ولا من دكاكين ولا من حضارات، ما كان مرجعهم إلا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع من قبلهم والقياس الصحيح من المؤهلين للإجتهاد وهم أهله. إذا كما على حد ما قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ما قال لعلموه، لعلمه الذين يستنبطونهم، أهل الأهلية وأهل الإجتهاد هم الذين يستنبطون ويخرجون ويأتوننا بالعلم. إذا علمنا ذلك فالمذاهب هذه لأهل السنة التي انتشرت في شرق الأرض وغربها، لا يمكن أن يأتي واحد ويقول معنى بلا مذاهب خذوا مذهبي أنا. ليش؟ قال أنا من الكتاب والسنة. الله أكبر، وما ترتمى عن الكتاب والسنة هؤلاء الأئمة في سنة كم؟ في سنة كم خرجوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله؟ هم وأتباعهم الملايين من الأمة. الله أكبر، أسب لعامة الأمة، إخراج للسواد الأعظم الأكبر من الأمة عن الكتاب والسنة. الله أكبر، متى انحجز الكتاب والسنة في جيبك حتى تخرجه اليوم؟ وأي آية في الكتاب ستحدثنا عنها لم تمر على هؤلاء القوم؟ وأي أثر في السنة ستحدثنا عنه لم يمر على هؤلاء القوم؟ من أين جيت؟ وما سندك إلى الكتاب وما سندك إلى السنة؟ الشريعة لعب باسم الكتاب والسنة؟ أنخرج الصحابة والتابعين وتابعيهم في أقوالهم التي وصلت لنا عن الكتاب والسنة لنقول نحن الكتاب والسنة كذا؟ أنا أخذ أقوال بعض الصادقين المخلصين في معنى صحيح إلى معاني نحن نفرضها ونقول كل يؤخذ من قوله ويرد، لنرد الأكفى والأكبر والأعلم والأنور والأفقه بالأحمق والأسفه والأتبع والأبعد؟ ما هو لعب الدين؟ ما هو لعب الدين؟ ما هو هوى الدين؟ ما هو احتقار للأكابر والأفاضل والصدور؟ الدين يا بل احتقار لعامة المسلمين، أيرضاه لخاصتهم وأئمتهم منارات الهدى والحق الذين أظهرهم الله ونفع بهم الكون؟ هذا يجب أن يكون في أذهاننا، ويجب أن نرسخ ونعلم موقعنا وموقفنا من كتاب الله وسنة رسوله أمام خدام الكتاب والسنة وشراح الكتاب والسنة والعاملين بالكتاب والسنة والمبينين للكتاب والسنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا علمنا ذلك علمنا أنه كما ذكر الشيخ عمر هذه المذاهب أصلها واحد ومصدرها واحد ومرجعيتها واحدة، لا حرج في أخذ أي منها، ولكن كما ذكر عندما يسود وينتشر مذهب في بقعة فيأتي واحد يشوش أذهان العامة لا يريد أن يلقي علما لمن يتعلم ويتخصص ويقول مذهب فلان كذا ومذهب فلان، يا مرحبا بذلك، لا، لكن يجي للعوام وللمساجد في مسائل ظاهرة واضحة بين الناس إما في أذان وإما في هيئة صلاة ويتكلم بعنف وقوة ويظهر كأنه يظهر بطلان الثاني أو سوء. هذا الذي نحذره، هذا الذي يجب أن نبتعد عنه. نحن حريصون على أن تعرف الأمة وحدتها
في نوع في 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 كث في تنوعها، في بدو أصنافها الصحيحة، لا يناقض بعضها بعضا. ونعرف أن الإمام مالك الذي قال عنه الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، كيف كان يتحدث عن أبي حنيفة وما صلته بالأخذ عن تلامذة أبي حنيفة. ونعلم الشافعي وأدبه مع الإمام مالك وأنه تلميذه، ونعلم أحمد وأدبه مع الإمام الشافعي وهو تلميذه. والشيخ الشافعي يقول مرة من المرات مرض الإمام أحمد بن حنبل، جاء الشافعي يعوده فشفي الإمام أحمد بن حنبل، ومرض الإمام الشافعي فجاء يعوده فأحدث بيتين، يبين العلاقة بين الأئمة والمذاهب، لا يضرب بعضها ببعض. يقول مرض الحبيب فعدته، فمرضت من أسفي عليه، فأتى الحبيب يعودني فبريت من نظري إليه. إيش العواطف هذه؟ إيش الأذواق هذه؟ إيش الأخلاق هذه؟ بغيرها ما نصلح ولا تصلح الأمة. فيجب عقدة المذاهب تزول من بيننا في الجانبين. إيش الجانبين؟ جانب أن ما حاجة للمذاهب عند الكتاب والسنة، والكتاب والسنة لعبة، والكتاب والسنة خبط عشوة، والكتاب والسنة يحترم كل مجالات الحياة. ما يقدر واحد منكم يقول أن الآن أستطيع أعالجكم في الطب من دون ما يتخصص ويأخذ عن أهل الطب، إلا الدين يلعبه الصغير والكبير والمبتدئ والمنتهي، كلهم لعبة في الدين، كلهم يقولون ما شاءوا من الدين. بل ما لم يؤخذ عن الأئمة الثقات المضبوط، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم دينكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فنحن أمام عظمة وقدسية نتنور بها وننور بها الواقع والحياة، لكن بالضوابط نعرف بها عظمته، عظمة المصدر وعظمة المرجع. إذا عرفنا ذلك فإذا نحن لا نغلق أبواب الاجتهاد للمتأهلين، ولكننا نربأ عن الإسلام أن يكون لعبة للاعبين، وشريعة الله وأحكام فرعياته. ولو وجد المجتهد، وكم في ضمن المذاهب من وصل إلى رتبة الاجتهاد وإن سمي بالمقيد بعضهم لقوة علم أهل لأن يكون صاحب مذهب، ومع ذلك كله عرفنا الأدب عندهم. سألت مرة الشيخ أبو الحسن الندوي رحمة الله لما زرتهم في ندوة العلماء في الهند، وسألته في المنهج وقلت له إيش تقررون في الفقه عندك، قال الحنفي لأنه السائد في المنطقة، الحنفي لأنه السائد في المنطقة. وقد يأتينا بعض الشافعية قال من بعض بلاد العرب، فنقرئهم في كتاب الخطيب الشربيني الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع من كتب الشافعية. هذا الوعي وهذا العقل وهذا الفهم للدين، لا تضرب المذاهب بعض بعض. هذه العقدة في الجانب الأول. العقدة في الجانب الثاني أن معناها التشدد والتعصب بحيث لا يخرج في مسألة ولو وقت الحاجة ولو وقت الشدة ولو وقت الضرورة إلا لهذا المذهب، فهذا جانب آخر. أو يتخذ الخروج من المذاهب تتبع للرخص، هذا نوع من المروق في الدين، يشوف إيش أسهل شيء هنا وإيش أسهل شيء هنا، وأحيانا بغى يلفق. هذا واحد متلاعب، هذا ما يريد، ما يريد من الشريعة معنى الالتزام ولا معنى الجهد ولا معنى المجاهدة، يريد التشهي. وهذا ما يقبلك به صاحب حزب، ما يقبلك به صاحب مؤسسة، ما يقبلك به صاحب شركة بتتشهى عنده يقول لك روح عندي نظام في الشركة تمشي عليه، ما يقبلك. أتريد أن رب العرش يقبلك بالعبق وتشهيك؟ أمور دينه أعظم من التشهي. وبعد ذلك للإنسان ورع واحتياط، وله فتوى عامة، وله نظر إلى ضعيف وإلى قوي، وإلى قادر وإلى عاجز، وما يمكن أن ننزل الضعيف منزلة القوي، ولا يمكن أن نأتي للقوي القادر وننزله منزلة الضعفاء فيترك شؤونا هو أجدر أن يقوم بها. لذلك لا بد من وضع كل شيء في موضعه ووضع كل شيء في مكانه، ولنعلم أن ما خلف لنا
أرباب الصدق والإنابة والخشية هو الكتاب بعينه، وهو سنة بعينها، مضافا إليها طريقة التطبيق وطريقة العمل والتنفيذ، جاءت في ذلك الهدي الذي أشار الله إليه بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. سابقون المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم. إيش اتبعوهم هذا؟ اتبعهم، أثبت تبعية للسابقين والمهاجرين والأنصار. لماذا اتبعوهم؟ لأن المهاجرين والأنصار هم ترجمة الكتاب والسنة، فالكتاب قال لنا اتباع هؤلاء هو الموصل إلى رضوان الرب. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهل الفوز العظيم. فهذه المسائل يجب أن تكون حاضرة في الدين، ونتعامل مع فقه الشريعة بهذا الاتساع والانضباط والالتزام، وهو الذي أيضا يهيئنا للنظر في شؤون العالم كله بنورانية تعرف في اعتدالها ماذا تقبل وماذا ترفض على بصيرة. وبالله التوفيق.